أهلا بكم. قال القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق إن حكومة السودان تعمل على إحاطة إعلانها عن تشكيل لجنة لبحث جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحملة إعلامية تظهر الحكومة في موضع الحرص على سيادة العراق وحريته والسعي لخروج قوات الاحتلال، بينما الوقائع تظهر رغبة حكومية واضحة ببقاء هذه القوات الضامنة لأمن النظام السياسي القائم في العراق. وقالت الهيئة في تقريرها الجديد عن الحالة السياسية في العراق إن أول من دعا لخروج قوات الاحتلال من العراق وفق آلية تعتمد مبدأ الجدولة الزمنية هي هيئة علماء المسلمين التي تقدمت بحزمة مقترحات بديلة بشأن تشكيل الحكومة المؤقتة إلى الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في 12 من شهر شباط من العام 2004. وتضمنت هذه المقترحات وضع جدول زمني يتم فيه خروج قوات الاحتلال يصاحبه في الوقت نفسه استقدام قوات دولية تحل محلها بإشراف مباشر من الأمم المتحدة والجامعة العربية. وكررت الهيئة المطالبة بجدولة انسحاب قوات الاحتلال في بياناتها وتصريحاتها الصحفية ورسائلها المفتوحة. كما تطرق هذا التقرير إلى حملة الإعدامات الجماعية التي تحاول الحكومة التكتم عليها، إذ يقوم النظام السياسي بحملات إعدام جماعية واسعة تنتزع الاعترافات من المعتقلين تحت وطأة التعذيب. كما ختم التقرير حديثه عن قطاع غزة في فلسطين تحت وطأة العدوان الصهيوني الذي خلف حتى الآن نحو 100,000 ضحية بين شهيد وجريح ومفقود، في وقت ما تزال المقاومة الفلسطينية تقود معركة طوفان الأقصى بعمليات نوعية وإذخان غير مسبوق بقوات الاحتلال. التقرير الدوري عن الحالة السياسية في العراق والذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا تحاول حكومة السودان إحاطة إعلانها تشكيل لجنة لانسحاب قوات الاحتلال من العراق بحملة إعلامية كبيرة للاستهلاك المحلي؟ وهل فعلا أن القوى السياسية ترغب بخلاف حديثها الإعلامي ببقاء القوات الأمريكية الضامنة لأمن النظام السياسي القائم في العراق والحكومات المتتالية ولماذا صعدت حكومة السودان من حملة إعداماتها الجماعية وفق اعترافات منتزعة بالقوة والتعذيب الوحشي للمعتقلين والمسجونين؟ وما الذي يعني صمود المقاومة الفلسطينية لأكثر من 4 شهور في معركة طوفان الأقصى المستمرة وإذخانها بقوات الاحتلال الصهيوني؟ ضيفا الطاولة معاذ البدري وأيمن العاني. تحت المظلة الأمريكية تعمل وبدعم واشنطن وقواتها تتسلط على الشعب العراقي الساخط عليها. العملية السياسية في العراق عبر حكوماتها المتعاقبة تلجأ عند كل قصف أمريكي إلى طرح قضية خروج القوات الأمريكية من العراق لتبيع الوهم للجمهور، بينما في الحقيقة تحاول بشتى الوسائل توسل القوات الأمريكية من أجل البقاء. القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق خلال تقريره المعني بالحالة السياسية في العراق بيّن أن الحكومات المتعاقبة في العراق كانت حريصة على بقاء القوات الأمريكية، وهو ما تحقق لها عن طريق الاتفاقية الأمنية مع أمريكا. القسم السياسي في الهيئة أكد أن الاتفاقية الأمنية المسمى اتفاقية الإذعان هي الحاكمة لطبيعة العلاقة بين أمريكا وحكومات بغداد المتعاقبة، وبما يقطع ادعاءات السيادة العراقية والقرار العراقي على أراضيه وأجوائه، وهي ادعاءات وإن كان لا معنى لها على أرض الواقع، إلا أن تصرفات الحكومات المتعاقبة وتناقضاتها في هذا الموضوع تفضح حقيقة الهيمنة الأمريكية المستمرة على العراق. وبحسب تقرير القسم السياسي فإن تهافت حكومة السودان في الحديث عن جدولة انسحاب القوات الأمريكية له سياقات سياسية ومصلحية تتعلق بالصراع الإيراني الأمريكي في الساحة العراقية وحالة التخادم الناتجة عنه.
وليس فيه أي دوافع حقيقية تنطلق من الحرص على أمن العراق وسيادته بقدر ما هي محاولة لإيجاد متكأ توازن فيه الحكومة بين الطموحات الإيرانية والمطالب الأمريكية. وبشأن الإعدامات الجماعية للمعتقلين في السجون، بيّن تقرير القسم السياسي في الهيئة أن أحكام الإعدام تتم عبر محاكمات غير عادلة وأحكام جائرة نابعة من المنهجية التي يتبناها النظام السياسي المتحكم بالقضاء، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا تمارسها الأحزاب المتنفذة على المحققين للحصول على اعترافات تدين المتهمين أمام المحكمة باستعمال وسائل التعذيب المختلفة بشكل ينسف مقتضيات السلم المجتمعي في البلاد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي ستبحث في التقرير الدوري الجديد الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الحالة السياسية في العراق. ضيفاء الطاولة الأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق، وأيضا الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، كلاهما عبر السكايب وكلاهما من عمان. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. حياكم الله. أهلا بكم. لو بدأنا مع معاذ البدري، الحكومة أعلنت عن تشكيل حكومة لبحث جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق بعد المواجهات أو المناوشات الاستعراضية مع الميليشيات التي جرت. الحقيقة حتى وزارة الدفاع لاحقا قالت أن هذه اللجنة لا علاقة لها مشتركة، لا تبحث قضية انسحاب القوات الأمريكية يعني من العراق بخلاف التصريحات الرسمية للحكومة. أي الطرفين نصدق وكلامه أقرب إلى الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك أخي أستاذ ماجد، وتحية لأخي الحبيب الدكتور أيمن العاني. أعتذر منه ابتداء نيابة عن البرنامج، فهو بالأصل أن يكون هو صاحب السبق لأنه سابق بالفضل دائما. بداية يا سيدي، العراقيون يعلمون جميعا أن مصطلح تشكيل لجنة بحد ذاته هو مظلة للكذب والتزوير وقلب الحقائق. هذا أمر معتاد في النظام السياسي القائم في العراق. على مدى 20 سنة خلت من حكومات الاحتلال المتعاقبة، لم تبذل هذه الحكومات جهداً إعلامياً على شيء تريد أن تجعل منه رائجاً، إلا كانت الحقيقة أبعد ما تكون عن رغباتها. جميعنا يدرك أن حكومة الاحتلال التاسعة في بغداد شأنها شأن من قبلها، بطرقة إيرانية على سندان أمريكي. أما ما يتعلق تحديداً بموضوع جدولة الانسحاب، فهو لا يخرج أبداً عما نص عليه التقرير الدوري للقسم السياسي في الهيئة، لا يخرج عن إطار اختلاف المصالح الأمريكية الإيرانية والحكومة في بغداد، ولا سيما الإطار التنسيقي المشكل لها، تبذل وسعها لتحقيق شيء من التوازن بين الطموحات والرغبات الإيرانية من جهة، وبين الإرادة والسطوة الأمريكية من جهة أخرى. هذا الترويج الإعلامي لتشكيل لجنة تناقش قضية القضية المزعومة لانسحاب قوات الاحتلال ومحاولة جعل هذا الموضوع رأياً عاماً في العراق، لا يمكن أن يطغى في الحقيقة على الكثافة غير المسبوقة التي سبقت هذا الطرح حينما كانت السفيرة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد تجري لقاءات دورية ومستمرة بل وممنهجة مع كافة المستويات في النظام السياسي القائم في العراق، بدءاً من رئيس الوزراء ومروراً بالوزراء والمسؤولين وقادة الكتل وحتى قادة الميليشيات التي تسمي نفسها مقاومة أو مناهضة للوجود الأمريكي في العراق. ماذا كان يحدث في هذه اللقاءات حتى نأتي يعني للرد على ما تفضلت به من سؤال من نصدق أي من الطرفين؟ نعم. ما الذي كان يحدث في اللقاءات بين السفيرة الأمريكية وبين المسؤولين في النظام السياسي القائم في العراق؟ لا يتم الإفصاح عنه، كل ما يعلن عنه مجرد خبر صحفي تقليدي تفريضه البروتوكولات المتبعة في هذا السياق. أما يعني حقيقة وجوهر ما يتم طرحه ومتبادل وجهات نظر ومتبادل، فلنقول يعني الأوامر وتنفيذ هذه الأوامر وفق هذا السياق لا يتم الإعلان عنه بطبيعة الحال. السلطات الحكومية في العراق دائما تظهر ببيان أن جرى الحوار فيما يتعلق بالعلاقة بين البلدين والمصالح المشتركة بينهما وما إلى ذلك، وكأنها محاولات إيهام بأن النظام السياسي القائم في بغداد محترم ومؤهل ليبحث عن مصالح البلد.
مع العلم أن جميع من في العراق ومن في غير العراق ممن يرصدون المشهد يعرفون أن ما جاء من هذا النظام إلا الخراب وإلا الدمار. لكن الحقيقة الرسالة واضحة هنا، بل واضحة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتمة أبدا بما يتم إطلاقه من تصريحات وتهديدات ووعيد وما إلى ذلك، لأنها في المحصلة ستحقق ما تريد هي على الأرض العراقية. يعني كأن لسان حالها يقول للقائمين على النظام السياسي في بغداد: صرحوا بما شئتم، صعدوا في الخطاب، توعدوا، هددوا، أنذروا، كل ما تريدون تكلموا به، لكن وقت التطبيق ووقت العمل الميداني الفعل في النهاية هو ما يحقق رغبة واشنطن. لعلي هنا أستشهد بما يعني تفضل به تقريركم قبل قليل، ما تصرحت به وزارة الدفاع الأمريكية قبل تقريبا أسبوع من الآن، أن اجتماعات اللجان العسكرية مع حكومة بغداد لا تبحث الانسحاب الأمريكي من العراق. إذا ماذا تبحث؟ نعم تبحث قضايا أخرى حددتها مسبقا الاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين، بموازاة ما شهدته المنطقة والعراق على وجه التحديد من تصعيد منسق لإيقاع منضبط متعلق بهجمات الميليشيات على المصالح الأمريكية والرد الأمريكي على مقار الميليشيات في ظل ما يجري من معركة طوفان الأقصى. أقول إن الطرفين غير مؤهلين لأن يصدقا، نعم لأن ما يعلناه على في وسائل الإعلام غير ما يبطناه في التطبيق الميداني على الأرض. المشكلة الحقيقية في هذه الجزئية أن الولايات المتحدة تتصرف وكأنما ما يتحدث به النظام السياسي في العراق على أنه حقيقي وصحيح وواقع. نعم فكلاهما يكذب من هذه الناحية، وكلاهما يغلف الحقيقة أشكرك. التي هي على الأرض، والتي تقضي أن السطوة هي للولايات المتحدة الأمريكية وهي صاحبة القرار السياسي والأمني في العراق. نعم دكتور أيمن، أهلا وسهلا بك. حياكم الله أستاذ ماجد. الحقيقة التقرير تحدث عن حرص وعمل لحكومة السوداني وسماها إحاطة لإعلان التشكيل عن لجنة لانسحاب قوات الاحتلال أو جدولتها من العراق بهالة إعلامية كبيرة. هذا الخطاب التصعيدي السياسي والإعلامي أو الهالة الإعلامية الذي تحرص عليه حكومة السوداني، ما الهدف منه؟ لمن موجه؟ والأمور يبدو مفضوحة ومكشوفة، وكما قال ضيفنا من عمان بجوارك أنه الطرفين يكذبان الأمريكي والحكومي في كل تصريحاتهما فيما يتعلق بقضية الجدولة أو انسحاب قوات الاحتلال. إذن هذه الحملة موجهة لمن؟ تحية لكم أخي مرة ثانية ولضيفك العزيز ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا. هذه الحملة أخي الكريم هي الحكومة، يعني حكومة الاحتلال التاسعة الآن، حكومة السوداني، لا تمتلك سوى الإعلانات والمسألة الإعلامية التي تتذرع بها وتتحرك من خلالها، لأنها على الأرض تعلم جيدا تمام، يعني هما الطرفان يكذبان لا شك، لكن حقيقة الأمر الأوضح منهما هو الجانب الأمريكي، لأن هنالك تصريح صريح وواضح من الجانب الأمريكي أننا لسنا بصدد الانسحاب من العراق، وهذا ينهي الأمر كله يعني حقيقة. فبالنتيجة هنا المشكلة الكبيرة التي يعني جميع حكومات الاحتلال، هذه اتفاقية الإذعان أو ما تسمى الاتفاقية الأمنية، هي جعلت الكلمة العليا واليد الطولة للجانب الأمريكي في العراق، لأنها يعني تعلم جنابك اليوم السفارة الأمريكية في العراق هي أكبر سفارة في المنطقة إن لم تكن في العالم، وبالنسبة لأعداد الكبيرة للموظفين التي فيها ومنهم عسكريون ومنهم مدنيون ومنهم دبلوماسيون وما إلى ذلك، لكن هذا كله يعطي رسائل أنه من المتحكم الحقيقي في العراق، لا سيما هنالك حالة معروفة ومعلومة ومعلنة من التخادم الإيراني الأمريكي وجعل الساحة العراقية ساحة تصفية حسابات وإرسال رسائل هنا وهناك. وهذا يسحبنا على موضوع التنسيق، هنالك تنسيق في مسألة الاستهدافات وفي مسألة القصف وفي مسألة الاغتيالات التي تجري، فهذا كله حقيقة
يعني كل هذه الوقائع والمعطيات تكذب ما تدعيه الحكومة بأنها بصدد الباحث عن، وإلا هم يعني يعلمون جيدا من أتى بهم، ويعلمون أن هؤلاء هذه الجهة التي ترعاهم منذ أكثر من 20 عاما لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال. لدينا هنالك يعني بدأوا يسمون أنفسهم بالمقاومة، وهذا طبعا يعني مسألة أخرى حقيقة. يعني هنالك فصائل، هذه الفصائل هي مدعومة من قبل إيران، ومدعومة من قبل واشنطن، ومدعومة من قبل طهران، لكن هنالك هذه الأذرع الإيرانية في العراق. وإلا أمريكا تعلم جيدا أن هذه الأذرع من يحركها، ومن يسيطر عليها، ومن يتحكم بها، ومن يوجهها حتى. وإلا هل هنالك مقاومة، هنالك تنسيق بين الضربات التي تقوم بها وبين ما تتلقاه من قصف وعمليات اغتيال؟ هذا كله حقيقة يعني مسألة مبيتة، مسألة مخطط لها، مسألة يجري التنسيق بشأنها، وهذا أمر معلن. يعني البيت المتحدث باسم البيت الأبيض قال أننا أخطرنا حكومة بغداد بما سنقوم به باتجاه كذا أو كذا في حالات كثيرة. طبعا بالمقابل حكومة بغداد تنفي هذا الموضوع، ويرجع الجانب الأمريكي يؤكد هذا الأمر، وكأنه يعني هو كله حقيقة مسألة لا تتعدى الإعلام، وتنضبط الحكومات الاحتلال المتعاقبة بالاتفاقية التي أذعنت الـ 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 يعني أذعنت هذه الحكومات للرغبات الأمريكية بشكل كامل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبقى. يعني هي تعلم جيدا أنه شريان الحياة يأتيها من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، لا تستطيع أن تخرج من هذه الدائرة مهما تكلم، مهما يعني ادعى المدعون. هذه حقيقة، حتى بات يعني منهم من يعترف بهذه أشكرك واضح. الحقيقة. نعم. أشكرك دكتور. أستاذ معاذ، التقرير ومعه القوى الوطنية المناهضة للاحتلال والقوى الشعبية الحية، الحقيقة الكل يؤكد أن هذه القوى السياسية والحكومة، الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها راغبة، بل حياتها مستمدة من بقاء قوات الاحتلال الأمريكية، ولا يمكن، لأن لا حياة لها بدون هذه القوات. بينما الحكومة وأنصارها يقولون الحكومة جادة بإخراج قوات الاحتلال الأمريكية. هناك لجنة شكلت مع الجانب الأمريكي لبحث مسألة الجدولة، هناك قرار سابق في البرلمان اتخذ لإخراج قوات الاحتلال الأمريكية من العراق، هناك جلسة منتظرة للبرلمان أيضا لاتخاذ قرار بإخراج قوات الاحتلال الأمريكية من العراق. الرأي العام في العراق وخارج العراق يصدق من هنا؟ الحقيقة من البديهيات التي يعني لا يختلف فيها اثنان في المشهد العراقي أن النظام السياسي القائم في بغداد مرتبط وجودا وعدما بالاحتلال الأمريكي، هذا أمر مفروغ منه. لكننا اليوم مع هذه الطروحات التي تتبناها الحكومة وتتبناها بعض القوى السياسية، نجد أنفسنا أمام مغالطات كثيرة جدا، سواء ما يتعلق منها بالتسلسل التاريخي للأحداث في العراق، أو ما هو متصل بحقيقة ما يجري في المشهد العراقي وفي الواقع المشاهد الذي لا يغيب في تفاصيله عن العراقيين ولا عن من يرصد المشهد بدقة. إذا أردنا أن نعود قليلا إلى الوراء، في وقت إبرام الاتفاقية الأمنية، اتفاقية الإذعان مع الاحتلال الأمريكي سنة 2008، كانت القوى السياسية تتحدث وتفتخر بهذه الاتفاقية على أنها ستكون المفتاح لخروج قوات الاحتلال من العراق، وأنها خرجت في 2000 في أواخر 2011، ولم يبقى في العراق سوى المستشارون، نضعها بين قوسين، وبعض القواعد التي من شأنها أن تعطي نصائح لقوات الأمن وقوات الجيش الحكوميين في العراق. اليوم وكما يقول العراقيون حبل الكذب قصير، أثبتت كذب تلك المزاعم في ذلك الوقت. اليوم أصبحت هناك قوات احتلال والآن مطالبة بجدولتها. إذا نحن أمام يعني مشهدين متناقضين، الأول حينما أبرمت الاتفاقية على أنها لإخراج قوات الاحتلال، المفروض أن القوات خرجت. ما هي القوات الموجودة الآن
والتي تطالب الكتل السياسية وأحزاب السلطة في بغداد بجدولة انسحابها هي قوات احتلال. إذن الاحتلال لم يخرج ابتداء، وهذه المشكلة أو الهوة الأولى التي أوقع النظام السياسي نفسه بها. الأمر الثاني، مصداقية الجدولة من عدمها تعني تكثيف العمل المقاوم لزيادة الضغط على قوات الاحتلال من أجل الرضوخ لقبول الانسحاب. ونحن هنا نتحدث تنزلا كما يسميها أهل العلم، أن نفترض أن الفصائل الميليشيات التي تقاتل في العراق أو التي تنتشر في العراق هي فصائل مقاومة، وأن الأجنحة السياسية لهذه الميليشيات والأحزاب السياسية والنظام السياسي كله مناهض للوجود الأمريكي في العراق. الآن السياسيون يريدون للأمريكان أن ينسحبوا، عليهم أن يمارسوا ورقة ضغط منطقية وعقلانية يقرها الواقع وتشهد عليها أحداث التاريخ. على الفصائل المقاتلة أن تكثف ضرباتها على قوات الاحتلال وعلى قواعد الاحتلال حتى تفرض عليه نوعا من الضغط يمهد للسياسيين الحديث عن الانسحاب سواء بجدولة أو انسحاب مباشر. هذا كله لا يحدث، بل الحدث هو العكس. المناوشات المفتعلة بين الميليشيات والقوات الأمريكية بعد معركة طوفان الأقصى أثبتت أن يعني لا وجود لشيء اسمه مقاومة من جهة، ومن جهة ثانية أثبتت أن المزاعم السياسية في قضية مناهضة الاحتلال والوجود الأمريكي في العراق لا أصل لها ولا وجود لها. الذي حصل مؤخرا بعدما استهدفت القوات الأمريكية بعض مقرات فصائل الميليشيات في محافظة الأنبار ومن قبلها في مناطق جنوب بغداد وفي محافظة واسط وغيرها، تم بطريقة مبرمجة بعد الخطأ الذي وقع من جانب الميليشيات على القاعدة الحدودية بين سوريا والأردن. ردت الولايات المتحدة الأمريكية ردا فيه شيء من القسوة، وكأن لسان حالها يقول فصائل الميليشيات خرقت قواعد الاتفاق سواء بقصد أو بغير قصد، فعليها أن تتأدب. فكانت ضربة قوية وقاسمة على بعض المقرات التي أفرغت من بعض قيادي هذه الفصائل. ما الذي حصل بعدها؟ مباشرة أعلنت ما تسمى فصائل المقاومة أنها توقفت عن العمل العسكري وأنها تراجعت وأنها لن تقوم ولن تؤدي أي عمليات تستهدف القوات الأمريكية بعد هذا الحادث. إذا نحن أمام مغالطة أخرى مركبة، من جهة أن ما يدعى من وجود مقاومة غير صحيح، والأمر الآخر ما يراد رواجه بشأن جدولة الانسحاب غير صحيح، ومن الزاوية الثالثة أن قوات الاحتلال باقية وأن الأكاذيب التي روجت إبان توقيع اتفاقية الإذعان لم تكن صحيحة وإنما كانت لمخادعة الشعب العراقي. أشكرك. بالاستئذان من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام أيضا، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة التي تبحث أو تسلط الضوء على التقرير الدوري الجديد الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الحالة السياسية في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية، نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث الحلقة في التقرير السياسي الدوري عن الحالة السياسية في العراق والذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق. ضيفاء الطاولة معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في الهيئة، ودكتور أيمن العاني
مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة. دكتور أيمن، التقرير يقول أنه بقاء قوات الاحتلال الأمريكية والقوى السياسية حريصة على بقائها لأنها الضامن الرئيس والوحيد للنظام السياسي القائم في العراق. بعد 20 عاما من الاحتلال أو من التغيير أو من التجربة الديمقراطية بين قوسين، وكل هذه القوات العسكرية والحشود والحشود المدججة بالأسلحة والميليشيات، ما زال النظام يحتاج إلى ضامن لاستمراره، ضامن لوجوده؟ هذه الأجهزة والمعدات والتشكيلات كلها حقيقة الأمر مفرغة من، يعني فارغة من مضمونها، ومسألة شكل. حتى هم يعني في مناسبة عيد الجيش الماضي تحدث أحد قادة الميليشيات أن الجيش الحكومي هو مجرد يقوم باستعراض في هذا اليوم، هذا دوره، يعني يقتصر دوره على هذا الموضوع. ومنها ممكن أن نقرأ الكثير الكثير حقيقة على منهجية إفراغ هذه الأجهزة والجيوش الجرارة والأعداد الكبيرة، لأنها يعني كل ما هنالك هي مسألة حالها حال بقية ما يدور بفلك العملية السياسية التي فرضها الاحتلال. فلا الانتخابات حقيقية في العراق، ولا الأجهزة الأمنية حقيقية في العراق، ولا هنالك أي شيء يعني يدعو إلى أن يعني أن نرى ولو بصيص أمل في أو شيء من الضوء في نهاية النفق كما يقولون. وهذا الأمر معلوم، يعني هنالك أكثر من 1.5 مليون من العناصر المنتمية أو العسكرية، لكن ما دور هذه الأعداد الكبيرة؟ دورها يعني مقتصر يبدو على مسألة الاستعراض وما إلى ذلك، لأنها تدرك لا تستطيع أن تعمل شيء ولا تستطيع أن تحقق شيء. تخيل 20 عاما من 2000 وأكثر من 20 عام، لكن لا يزال الجيش يفتقر إلى السلاح الجوي الفاعل والمؤثر الذي يستطيع أن يقدم شيء وكذا. لكن هذا الأمر يعني أيضا من ضمن المنهجية التي يراد لها، وجعل الميليشيات يعني بشكل أقوى ولها اليد الطولة. وهذا الأمر ممنهج منذ تأسيس وظهور الميليشيات في العراق بعد 2003 إلى اليوم، هي تستطيع حالات كثيرة حقيقة حتى تم توثيقها، يعني تدلل على أنه قادة الجيش الكبار بين قوسين هم صغار أمام الميليشيات وأمام أصغر عناصر في الميليشيات. نعم، شكرا دكتور. أستاذ معاذ، الحقيقة التقرير أتى على يعني عدد ما سماها شواهد تاريخية لمواقف هيئة علماء المسلمين، وقال أن الهيئة هي أول من دعا لجدولة أو انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق بحزمة مقترحات قدمت إلى المبعوث الدولي آنذاك الأخضر الإبراهيمي. لو تحدثت عن بإيجاز عن أبرز الشواهد التي تعزز هذه المطالبة المبكرة للهيئة في إخراج قوات الاحتلال الأمريكية. نعم، أول الأمر النظام السياسي الذي جاء به الاحتلال والمكنة الإعلامية التي توالفت مع الوجود العسكري الأمريكي في العراق في 2003، الجميع كانوا يحاولون أن يضعوا العراقيين أمام خيار ليس له ثان، أنكم الآن أصبحتم في واقع لابد أن تعيشوا هذا الواقع، فهو واقع مفروض عليكم وليس لكم من مناص إلا أن تتأقلموا معه. هيئة علماء المسلمين ومنذ وقت مبكر من الاحتلال عاشت هذا الواقع، نعم، لكن مع فارق كبير جدا في التصورات. هيئة علماء المسلمين وصفت الواقع الذي يعني نزل بالعراقيين بأنه واقع شاذ فلا بد من تغييره،
فرق الرؤية بين الهيئة وبين قوى النظام السياسي كان شاسعا، بين من يريد للعراقيين أن يعيشوا تحت وطأة منظومة سياسية خاضعة لبندقية المحتل، وبين من يريد من العراقيين أن يعيشوا واقعا يتعاملون معه على أساس تنظيف البلد منه. هذا المنطلق الأول للحديث في هذه الجزئية. الأمر الآخر، لما كانت هيئة علماء المسلمين تؤمن بأن ما حل بالعراقيين واقع شاذ، لا بد لها أن تضع الحلول لتخلص البلد وتخلص المنطقة بالمحصلة من تداعيات هذا الواقع الأليم وهذا الواقع الشاذ. وذلك كانت الطروحات أن تتم معالجة الواقع العراقي بطريقة مبرمجة لا يترتب عليها خرق كبير ولا فراغ أمني كما يسمونه ولا فوضى وما إلى ذلك. فكانت موضوعية هيئة علماء المسلمين في تأسيس مشروعها البديل لواقع الاحتلال الذي حل على العراق، وكانت أولى خطوات هذا المشروع وجدولة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق بنظام الجدولة طبعا المكفولة دوليا، بحيث حينما تنسحب جزء من هذه القوات تحل محلها قوات دولية تضبط الأمن وتهيئ للمرحلة الأخرى من مشروع الإنقاذ الوطني الذي تبنته هيئة علماء المسلمين في العراق والقوى الوطنية الأخرى المشاركة معها في جبهة المناهضة. من رأت هيئة علماء المسلمين مؤخرا بعدما طرأ على المشهد العراقي أكاذيب بالنظام السياسي الحالي بأنه يدفع باتجاه انسحاب قوات الاحتلال وبرمجة أو جدولة انسحابها، رأت الهيئة من واجبها أن تذكر العراقيين في المقام الأول والرأي العام بالمقام الثاني بأن تاريخ العراق القصير وليس البعيد. أغلب الذين عاصروا تاريخ العراق هذا ما زالوا على قيد الحياة فلا يمكن تزويره، لكن رأت الهيئة أنها لا بد أن تعيد إلى الأذهان ما بادرت به الهيئة ومعها القوى العراقية المناهضة للاحتلال في موضوع جدولة الانسحاب، لبيان الفرق بين المطالب آنذاك وبين المطالب اليوم. لهذا هيئة علماء المسلمين خاطبت 4 مستويات في موضوع الجدولة منذ ذلك الحين. نحن نتحدث عن الفترة التي اختارها التقرير السياسي بين 2004 و2008. هيئة علماء المسلمين خاطبت الأمم المتحدة بشكل صريح ومباشر في هذا الموضوع، ثم خاطبت جامعة الدول العربية أيضا بكلام واضح وصريح لا لبس فيه، ثم عادت وخاطبت الشعب العراقي نفسه من خلال رسائل وبيانات ومواقف وتصريحات وما إلى ذلك، وذكرتهم بأن واقعهم هذا ليس لهم منه خلاص إلا برحيل قوات الاحتلال، وأن قوات الاحتلال حينما ترحل بشيء مجدول مكفول دوليا يحافظ على الإيقاع الذي أو الإيقاع الأمني من أن لا يقع البلد في مطبات أعمق من التي وقع فيها الآن. والأمر الآخر الرابع، المستوى الرابع الذي تحدثت به الهيئة، تحدثت مع الزعماء والرؤساء وقادة الأنظمة في المنطقة العربية من خلال مخاطبة اجتماعات القمم التي تجري نعم في بعض العواصم العربية. إذا المستويات هذه 4 تنوعت ما بين شعبية وما بين رسمية وما بين فاعلة وما بين مؤثرة، تظهر جدية هيئة علماء المسلمين في موضوع جدولة الانسحاب بمقابل ما نشاهده اليوم من تصريحات فضفاضة ومواقف دائما مغلفة بأشياء على غير حقيقتها من قبل النظام السياسي القائم في بغداد. تظهر هذا الفرق الشاسع بين من هو جاد في تنقية البلد من الاحتلال وبين من هو يماطل في هذه القضية ويريد أن يلبس على الناس أفهامه. أشكرك دكتور أيمن. الحقيقة التقرير تطرق أيضا إلى الواقع الحقوقي في العراق وحملة الإعدامات المتصاعدة كما وصفها التقرير، تصاعدت تزايدت لإعدامات لمعتقلين مستندة إلى اعترافات منتزعة بالقوة تحت التعذيب الوحشي والجسدي. لماذا هذه الحملة صعدت الآن؟ لماذا صعدتها حكومة السوداني برأيك؟ أخي الكريم، هو هذا يعني كل حملات الإعدامات الجماعية التي تشنها حكومات الاحتلال المتعاقبة الحالية والسابقة منها، الحقيقة كلها مرتبطة بأزمات في الشارع، يعني تعمل أو تعمد إلى هذه التنفيذ، إلى هذه الأحكام الجائرة حقيقة، لأنها لا تمتلك سوى هذا السلاح بحق الأبرياء، يعني على حساب دماء الأبرياء تقوم ببعض الفعاليات
لاكتساب بعض المكاسب البائسة حقيقة من الجانب السياسي، وهذا مسألة واضحة. يعني اليوم احنا لدينا عشرات الآلاف من المعتقلين الذين تم اعتقالهم منذ البداية، منذ الساعة الأولى من الاعتقال هم تم اعتقالهم بطريقة أو بشكل غير قانوني، أو على الأقل هو مسألة تعسفية. فبالنتيجة وهؤلاء طبعا خضعوا إلى ظروف احتجاز مزرية وسيئة للغاية، وحرموا من جميع الحقوق، وتم عزلهم عن العالم بشكل كامل، ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم لسبب أنه حتى أسباب الاعتقال لا يعلمون. معظم هؤلاء المعتقلين هم لا يعلمون لماذا تم اعتقالهم أصلا يعني. والجميع ومنهم طبعا من تم اعتقاله منذ أن كان قاصرا أو يعني في عمر الطفولة، وهذا مناف حتى للدستور في العراق النافذ، أو بالنسبة للاتفاقيات التي ألزمت حكومات الاحتلال نفسها بها. فهذا كله حقيقة مسألة الإعدامات الجماعية هي طبعا ذات طابع انتقامي بعقلية إجرامية يراد منها يعني خلط الأوراق، يراد منها طمس الحقائق. هذا طبعا مسألة مهمة، لأنهم يعلمون جيدا أنه الجنات الحقيقيون ليسوا هؤلاء، وبالتالي كيف تنغلق هذه الملفات؟ تنغلق بمسألة حرمانهم من حق الحياة لهؤلاء اللي يعني معظمهم إن لم يكونوا جميعا هم من الأبرياء، هم من يعني من الذين تم انتزاع اعتراف منهم بجرائم لا أصل لها ولم يرتكبوها. وهنالك حالات طبعا ابتزاز مالي كبيرة جدا بهذا الخصوص. يزاد على ذلك أنه لدينا في نفس القضية، تخيل جنابك، أنه تم إعدام عدة وجبات من المعتقلين على ذمة نفس القضية. يعني هذا يعني لابد أنه وجبة من هذه الوجبات. وهنا أتحدث أنا عن إعدامات جماعية، يعني بالجملة لابد أنه تكون هنالك وجبة واحدة مثلا هي المتسببة يعني جدلا، فالبقية ما ذنبهم؟ يعني بالنتيجة هذه الأفعال وهذه الأعمال تعمد إليها حكومات الاحتلال بشكل متكرر، ناهيك عن أنه هنالك الكثير الكثير من حملات الإعدام الجماعية غير المعلنة، وهذا طبعا يعني هنا صلب الموضوع. بنفس الوقت الحكومة الحالية تعترف بوجود حالات تعذيب وتعذيب كثير ومتكرر وبأساليب وحشية في السجون، وهنالك اعترافات كثيرة من شخصيات حكومية وبرلمانية توثق أن هنالك مسألة إخضاع تام للقضاء بالنسبة للأحزاب المتنفذة. ألا يستدعي هذا مراجعة الأحكام الجائرة التي على الأقل أحكام الإعدام على أقل تقدير، فضلا عن الأحكام بالمؤبد والأحكام الأخرى بالتسلسل؟ هذا كله الحقيقة يعطي فكرة عدم حسن نية حكومات الاحتلال في التعامل مع المواطن العراقي بالمطلق ومع أشكرك. واضح. المكون العربي السني. يعني هنالك مسألة واحدة الله يرضى عليك، يعني لدينا في جميع، ليست عبثا، جميع حالات الـ من تم الحكم عليهم بالإعدام بقضايا الإرهاب جميعهم من العرب السنة. هذا ليس يعني الموضوع لا يمكن أن يكون إلا ممنهجا وإلا متعمدا وإلا مخططا له. أشكرك نعم. أستاذ معاذ، التقرير يقول أن الاحتلال يحاول الهروب عبر نافذة الجدولة تحت وقع المطالب الرسمية الشعبية في أمريكا،
وأيضا المطالب الوطنية والشعبية في العراق، بينما الميليشيات تقول أن الاحتلال يحاول الهروب تحت وقع ضرباتها ومهاجمتها لمصالح وقواعده. لو كان هناك فعل حقيقي على الأرض يصادق على ما تدعيه الميليشيات لأمكن التعاطي مع هذه المسألة بالنظر والبحث والتحليل، لكن واقع الميدان العراقي على الأرض يعني فقير جدا من هذه الناحية. لا توجد هناك استهدافات مباشرة من جانب الميليشيات لقوات الاحتلال إلا وفق ما هو متفق عليه في سياق قواعد الاشتباك التي هي منبثقة من نظرية التخادم بين الولايات المتحدة وإيران. أنا أقول لك هذه الجزئية تحديدا فيما يتعلق بالمشاكسات الإيرانية التي تبديها طهران تجاه واشنطن، التي أخذت مؤخرا يعني تتسع شيئا فشيئا أكثر من السنوات الماضية، وبالتحديد سلطت الأضواء عليها أكثر بعد معركة طوفان الأقصى في غزة. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على سبيل المثال اعترف قبل أقل من شهر بأن إيران كانت تحت السيطرة تماما قبل 3 سنوات، وأما اليوم فبدأت تتجاوز الخطوط وبدأت تتعدى على كثير من المصالح الأمريكية. هو يقول هذا الكلام بناء على مشكلته مع جو بايدن وليست مشكلته مع إيران. ومن حيث المبدأ إيران بالنسبة لترامب ورقة ضغط وتنافس بين الديمقراطيين والجمهوريين في رسم الحدود الواجب على إيران التوقف عندها أو عدم تجاوزها، ولا من حيث الأصل فإيران بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي شريك في المنطقة وليس فقط شريك تخادمي تستخدمها واشنطن لتحقق فيها مصالح من جهة، ضغوطات على أنظمة وكيانات أخرى في المنطقة من جهة أخرى، إضافة إلى ما هو معروف يعني ومتاح للجميع من الأفهام ومن المعطيات التي هي موجودة على الأرض. إذا الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران ليست خلافات جوهرية في أصل العلاقة، بل في نوعها ووسائلها وحدودها. فما تدعيه الولايات المتحدة عفوا فما تدعيه الميليشيات من أن ضرباتها سوف تسهم في إخراج القوات الأمريكية هذا محض كذب، لأن هذه الميليشيات لا يمكنها وحتى القوى الأمنية الرسمية بين قوسين لا يمكنها البقاء طويلا في المشهد الأمني بعيدا عن القوات الأمريكية، سواء فيما يتعلق بوجودها الميداني أو بدعمها اللوجستي أو باستشاراتها العسكرية كما يسمونها. الأمر الآخر الذي يفند هذه المزاعم أن الميليشيات وأجهزة الأمن الحكومية هي صنيعة مشروع الاحتلال منذ 2003 حينما حل الجيش العراقي ونصبت مكانه تنظيمات منبثق عن هذه الميليشيات. إذن هذه الميليشيات صنيعة احتلال، لا يمكن لصنيعة الاحتلال أن تذهب بالاحتلال نفسه. التقرير الدوري للقسم السياسي نص على هذه الجزئية بكل وضوح، أن المشروع السياسي القائم أو النظام السياسي القائم في العراق هو مشروع الاحتلال الأمريكي، فكيف يمكن لأحد وجوه الاحتلال أن يزيح الوجه الآخر؟ هذا تضارب في المفاهيم وأمر لا يقبله المنطق. أما ما يجري في الولايات المتحدة من خلافات تتعلق بالصدامات بين الأحزاب السياسية أو المتصارعة على رئاسة البيت الأبيض، فلا أظنها هي سبب في أن تجعل من الولايات المتحدة تسحب قواتها من العراق، لأن الولايات المتحدة جاءت العراق لتبقى لا لتخرج. دكتور أيمن، بالانتقال إلى أيضا الشق الفلسطيني، معركة طوفان الأقصى في غزة أيضا التقرير تطرق يعني لهذه القضية. السؤال، كيف نجحت هذه المقاومة الفلسطينية في الصمود لأكثر من 4 شهور مع هذه القوة الوحشية والنارية للقوات الإسرائيلية، والحقيقة إيذاء قوات الاحتلال وإيقاع خسائر كبيرة بشرية ومعدات في هذا الجيش، طبعا رغم المأساة الإنسانية الموجودة في القطاع، كيف نجحت في الصمود وصد هجمات أو على الأقل في معركة مع الجيش الإسرائيلي ولحد الآن لم ترفع الراية البيضاء، لم تستسلم؟ في واقع الحال هذا الأمر أخي طبعا هي أدهشت الجميع من دون استثناء. يعني المقاومة الفلسطينية الباسلة هي لا شك أنه الرادع أو الدافع الوطني الديني يحرك هذه المقاومة لا شك، لكن مع ذلك هنالك الكثير من الإعداد والتدريب والتصنيع وتوفير الذخائر والأسلحة والمعدات الأخرى وتصنيع الطائرات المسيرة
وهذا كله حقيقة يعني لم يكن جديدا، لكن بهذا الأداء المشرف وهذه القدرة على السيطرة والقيادة للمعركة مع مرور أكثر من 4 أشهر، والعدو الصهيوني لم يحقق أي هدف من أهدافه ولم ينجز أي إنجاز عسكري على الأرض يستطيع أن يعني يحسبه لنفسه، فهو بات بسبب هذا الصمود وهذه البسالة بات يبحث عن أي صورة من صور النصر الواهم، ومسألة ما تم فبركته من مسألة تحرير رهينتين وما إلى ذلك، والحيثيات المحيطة بهذه العملية وما تكشف ويتكشف يوم بعد يوم على هذه، كلها حقيقة تظهر الإعداد الصحيح والقدرة القتالية العالية والعقيدة. حقيقة هنا العقيدة القتالية للمقاومة، يعني اليوم بات العدو قبل الصديق يتشرف بهذه، يعني لديهم التزام كامل بالقوانين، لديهم طبعا بنفس الوقت الإنجازات العسكرية الكبيرة التي أنجزتها المقاومة والخسائر الكبيرة الفادحة التي تكبدها العدو، هذا كله من الإنجازات، لكنها مع ذلك أشكرك. يعني كلها كانت ب يعني مسألة الإعداد والتدريب والعقيدة القتالية السليمة التي فلسفتها لا تنبني على قتل، على القتل والدمار والتهجير أبدا، أشكرك دكتور. إنما هي يعني مسألة مقاومة لاحتلال بغيض، تريد أن تحرر الوطن والناس منه. شكرا نعم أستاذ معاذ. إلى أي حد كشفت معركة طوفان الأقصى؟ فضحت، كشفت ما سماه التقرير التخادم، مسألة التخادم الأمريكي الإيراني في ظل قواعد الاشتباك الحريصة الحريص عليها الطرفان، خاصة أن القصف قد جرى بإخطار مسبق للحكومة. القصف تم لمواقع مخلات أصلا، تم لمواقع مقصوفة ولا أهمية عسكرية لها للميليشيات إلى طبعا. حد كبير طبعا، يعني أنا قلت قبل قليل، قلت لك ماذا نعم جرى في يعني من قضية قواعد الاشتباك والضربات الأمريكية التي ردت فيها على الميليشيات التي أخطأت تقريبا بإجماع أغلب من يرصد شأن المنطقة وشأن الصراع بين الولايات المتحدة ومحورها الصهيوني من جهة، وبين إيران ومحورها الميليشياوي من جهة أخرى. ما جرى هو حقيقة يعني كما يقولها العقلاء من أشكل المشكلات إيضاح الواضحات. المسألة واضحة ومحسومة منذ أمد بالنسبة لنا، نحن ندرك جيدا أن لا عداء حقيقي بين الولايات المتحدة وإيران وميليشياتها من جهة، بل وحتى مع الكيان الصهيوني من جهة أخرى. القضايا هي كلها تخادمية في المنطقة، تسعى كل هذه الأطراف إلى أن تروج مشهدا مقصودا يداعب، فلنقل بهذا المعنى، يداعب عاطفة الجماهير ويخدر شيء من حماسها الملتهب فيما يتعلق بالعدوانات والاحتلالات التي تقع على بلداننا وعلى دول أمتنا الإسلامية. لكن في واقع الحال مخرجات هذا الخلاف وهذا الصراع كلها تخدم هذين الطرفين فقط، الطرفان المتصارعان يستنبطان من هذه المشاكسات ومن هذه الخلافات أدوات ووسائل تحقيق المصلحة، سواء كانت مصلحة سياسية ولا مصلحة جغرافية أو مصلحة أشكرك. اقتصادية وكافة المستويات الأخرى من المصالح التي يرجى أن تستمد من حالة الفوضى هذه التي في العراق أو في فلسطين وحتى في سوريا وبقية مناطق الإقليم. شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها، وهم كل من الأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق، ودكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.